هلا بشكل كثير سريع، ايش هي اليوزر انترفيس تبع الريفت؟ وانس فتحت هذا اسمه انيشال يوزر انترفيس او ويلكمينج ويندو او وات ايفر. بيكون في عندي التايتل بار اللي هو اعلى شيء، ويوجوالي بيكون في اسم البروجرام، الفيرجن تبعه، والستاتس تبع البروجرام. هلا انا بالنسبه لي اذا اي يوزر بتطلع عندي على التايتل بار راح يلاقي انه مكتوب نت فور ريسيل فيرجن. هلا عند معظم اليوزرز ما بتكون مكتوبه هاي الجمله، هو مش كثير كبير الفرق، بس انا لانه الفيرجن اللي عندي هو لايسنس وانا ماخذه فور فري من الاوتو ديسك لانه اوثرايز ديفلوبر او اوثر ببلشر، فانا لازم اشتغل على اوثرايز لايس او اوثرايز سوري سوفت وير. سو انا لانه لايسنس عندي فانا مكتوب عندي هيك، انا ما بقدر ابيعه، عشان هيك هم كاتبين عليه هذا الشيء. هلا هون التايتل بار هدول التولز اللي ديسيبلد، هاي هي ديسيبلد او جريد اوت لانه انا لسه ما فتحت ولا بروجرام. انا لما افتح البروجرام او سوري ولا بروجكت، لما افتح بروجكت واصير في البروجكت انفايرمنت فانا بقدر استخدم هاي التولز، وهدول هم الكويك اكسس تولز. وفي عندي هلا صار في منيو للبروجرام، بالفيرجنز اللي قبل كانت عباره عن حرف ار كبير وكنا نسميه البيج ار. بعدين في عندي البانلز، هاي البانلز كل واحده منهم راح يكون فيها تولز معينه راح استخدمهم في الشغل على البروجكتس تبعوني. هلا بالانيشال ويندو اللي احنا فاتحينها هلا في عندي هون شيء اسمه بروجكتس اريا، وهي اللي عند الخط الاسود هذا، وهي موجود فيها الريسنت بروجكتس اللي كنت عم بشتغلهم. هون في عندي البروجكت اريا، وفيها هون ببين عندي الريسنت بروجكتس اللي انا كنت عم بشتغل عليهم، وهون في عندي الاوبن نيو بنعرف كل واحد شو بتعمل، كونستراكشن تمبلت، اركتكتشرال تمبلت، اند ستراكشرال تمبلت. هلا بنرجع عشان نحكي شو يعني تمبلت، بس بدي اروح على موضوع الفاميلي اريا. وهون في الريفت لانه انا بشتغل بشيء اسمه فاميليز، هم بالضبط يعني شيء مشابه لموضوع البلوكس في الاوتوكاد او البلوكس في الثري دي اس ماكس، هون صرنا عم بنسميهم فاميليز. برضه في عندي ابيليتي ان انا افتح الريسنت فاميليز او اعمل اوبن لفاميلي موجود عندي على الجهاز او نيو فاميلي، وهون شيء صغير اسمه نيو كونسبشوال ماس. يوجوالي في الريفت احنا بنقسم الريفت لثري انفايرمنتس بنشتغل عليهم. الاولى هي البروجكت انفايرمنت، وهي المكان اللي بنشتغل فيه الموديل تبعي وبطلع منه الدروينجز كلها. الفاميليز اللي هو المكان اللي انا ببني فيه البلوكس اللي انا بدي اشتغل عليهم، وبعدين بعمل لهم لود انتو بروجكت. والكونسبشوال ماس هو المكان اللي انا بشتغل عليه اذا بدي اشتغل شيء اورجانيك او شكله صعب او ديكونستراكشن، بروح اشتغل كونسبشوال ماس تبعه في هاي الانفايرمنت، بعدين بعمل لها لود انتو بروجكت وبحولها لبروجكت باخذ منه المخططات. So at the end the project environment هي المكان الكومن اللي راح بالاخر كل شيء يدخل جواته ومنه يطلع كل شيء انا بدي اطلعه، سواء كان schedules, drawings, plans, sections, elevations, sheets, whatever الاشي اللي انا بدي اياه. وعشان نكون برضو عارفين ال conceptual mass it is a type من ال families، فهي نوع من انواع ال families علشان هيك موجودة تحته. هلا عشان نكون عارفين خلال الكورس هاد راح نغطي ال topics اللي الها دخل في موضوع امتحان الريفت اركتكتشر سيرتيفايد بروفيشنال. سو على كل موضوع بوصله انا وبكون له دخل في امتحان سيرتيفايد بروفيشنال راح احكي انه هذا ممكن يجي عليه سؤال في الامتحان، وهذا السؤال ممكن يكون بالطريقه الفلانيه. سو اول سؤال احنا اليوم اصلا هلا كنا عم نحكي عنه، في سؤال بيجي بالامتحان عن وات ار ذا تايبس اوف فاميليز، اوكي؟ وهلا انا حكيت انه الفاميليز هم انواع، وانه احنا بندخل بنعمل الفاميلي بنعمل لها load into project. الفاميلي اللي بعمل لها load into project هذه اسمها loadable family. So اليوم احنا مر معانا اشي اسمه loadable family اللي هي الفاميلي العادية اللي انا ببنيها بعدين بعمل لها load into project. انواع الفاميليز التانيين راح يكون في عندي كمان نوعين، واحد منهم اسمه system family، والsystem family هو الاشي اللي by default اصلا موجود عندي في البروجرام وراح نحكي عنه، اللي هو زي الwall مثلا it is a system family. واللودبل فاميلي حكينا اللي راح اعمل لها لود اللي هي بعملها في انفايرمنت لحالها وبعدين بعمل لها لود انتو بروجكت. والبارت الثالث او النوع الثالث شيء اسمه كومبوننت ان بليس او فاميلي ان بليس، اللي هي انا اصلا بعملها جوا البروجكت ما بطلع على مكان ثاني بعملها وبعدين بعمل لها لود. سو هم ثلاث انواع وراح نحكي عنهم خلال الكورس بالتفصيل. هلا كمان راح يكون في عندي الاكسس للاوتوديسك ريفت. اذا كبست هون على هذا المكان بيدخلني على الويب سايت اللي بيحكي عن الريفت، وهون في عندي شيء اسمه ريسورسز. الريسورسز راح تعطيني ابيليتي ان انا اخذ فيديوز هيك مقاطع صغيره عن ايش هو الريفت، شو الاشياء الجديده، وهون الهلب هو اللي بيدخلني على فايل هاي واتس نيو مات نيو، راح يدخلني على وات ار ذا نيو فيتشرز اوف ذم اوف سوري اوف ريفت، تمام؟ فهون بيدخلني انه شو هم النيو فيتشرز. لو كبست انا هون بدخلني على الفيديوز مثلا،
لو حكيت له بدي create a fill pattern بيحكي لي ايش هم الخطوات وبيحكي لي هاي فيديو من عند الاوتوديسك بيحكي لك شو تسوي. هلا اللي بهمني هون انا اكثر من هدول الفيديوز وهدول الاوبشنز بهمني انه في شيء اسمه اوتوديسك اب ستور. اذا فتحت الاب ستور راح يدخلني على مكان، هذا المكان بيعطيني بلجنز انا بقدر انزلها على الريفت. في مثال هيك كتير سريع اسمه هاتشكت، ريفت هاتشكت بيعطيني ابيليتي ان انا اعمل هاتشز او الباترنز اللي انا بدي اياهم، وطبعا انا بقدر اتصفح وانزل الابس اللي انا بدي اياها. البارت الثاني ريفت كوميونيتي، الريفت كوميونيتي حيعطيني ابيليتي ادخل على الفورم تبعت الاوتوديسك اللي هي زي الفيسبوك تبع اوتوديسك. هو عباره عن ويب سايت راح يكون فيه كتير توبكس، هاي التوبكس انا كيوزر بقدر ادخل عليه. مثلا اذا انا فتحت هاد ونزلت، خلينا نشوف وين الريفت، وين حرف الار، هاي ريفت اوكي. جينا هون حكينا له اعطيني ريفت. هلا الريفت في توبكس مسؤول عنها اللي هي مثلا ريفت اركيتكتشر، دخلت عليه وبلاحظ انه في ارقام جنب الاسماء صح. هذه الارقام تحكي الليفل تبع هذا الشخص او تبع هذا الاكاونت الموجود عندي، وفي مرات لوجوز بتكون زي هيك اوتوديسك، هي هاي مثلا من الاوتوديسك تيم بجاوب على الاسئله. هلا هون في عندي ابيليتي انا تو بوست على الفوريومز، وانا عندي ابيليتي احط اسئله، احط ايدياز تمام، اكون اكتف بهذا الويب سايت. تصير البروفيشنالز الموجود بهذا الويب سايت او الناس اللي بتشتغل ريفت بالعالم اللي بتدخل على هذا الويب سايت تجاوب على اسئله بعض. يعني مثلا تايب انستنس ورك سيتس فور جروبس، مثلا بدخل على هذا الموضوع، اذا انا بهمني هذا الموضوع بدخل عليه، بلاحظ انه فيه هو سائل سؤال هلا لسه ما حدا رد عليه يمكن، وفي ناس ردين عليه وبصيروا يجاوبوا له حتى هو يوصل لحل المشكله تبعه. هلا هذا مثلا رقم 5 هو الرانك تبعه في الويب سايت. هلا في ناس لما توصل لرانك 8 بلس بتصير إليجبل انها تدخل على شيء اسمه اوتوديسك إليت. الإليت بروجرام انه هدول الناس اللي هم كتير اكتف بهذا الويب سايت واللي بجاوبوا الناس كتير على اسئلتهم او بيطرحوا ايدياز كتير، فهم بيوصل لرانك فوق 8 فبصيروا هم مرشحين لهذا البروجرام. يعني اوتوديسك بتعترف فيه، تحكي له يعني خليني احكي كهديه له انه يو ار ان إليت، وانت هذا لك لوجو لحالك ولك هديه منه يبعثوا له اياها، وبصير رقمه هون فوق الثمانية، بصير هو حدا يعني خليني احكي اكتف كتير بهاد، وممكن بالعاده هو يجل يكون شخص فهمان يعني مجاوب الناس اجوبه صح، والناس دي مارك الجواب تبعه از انه هذا سولوشن مفيد. اوكي هلا هيك احنا خلصنا حكي عن الاوتوديسك فورم، وهاي طبعا مش بس للريفت، لكل البرودكتس والمشاكل اللي ممكن تطلع مع اليوزرز. في عندي ايدياز، ايدياز ممكن انا كيوزر اطرحها، يعني اذا انا مثلا انا في الريفت شايف انه الرامبس عنصر لسه ما تطور في الاوتوديسك ريفت، فانا بدخل على الويب سايت بحط الايديا تبعي انه بليز ابديت الرامبس وحطوا لي فيه ability مثلا ان انا اضيف فيه اللايرز اللي انا بدي اياهم ويكون ان بلان بيقرا السلوب، بحط هاي الايديا. هلا اذا اجى عليها فوتس كتير من الناس اللي في الكوميونتي اوتوديسك والكونسيدرت في الابديت الجديد. هيك احنا حكينا عن اجزاء اليوزر انترفيس الاساسي، وهون بيعطيني ability اني انا ادور على شيء، اعمل سيرش على شيء معين، او اني انا اعمل كونكت اني ادخل على الـ A360 وهذا بنحكيه خلال الكورس، بعمل ساين ان بالاوتوديسك اكاونت تبعي فبصير انا داخل بالاكاونت تبعي وبصير بقدر اشتغل مثلا ريندرينج ان كلاود، اعمل كولابوريشن،